مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. بطلب عدد كبير من المغاربة ربطوا بنا اتصال نشوفوا القصة ديال نادا لتنوير رأي العام أكثر في الموضوع. نادا وضعنا معاه الفيديو السابق، كان العنوان ديالو نادا كي كانت وكي ولات. مشاهدينا الكرام، نادا شابة طموحة، إلا أن الدنيا صعيبة غيرت ليها بزاف كأشياء لما هو أسوأ. نادا الله عز وجل كتب ليها فاتحة، فاتحة طلقتها في التران شاردة الدهن، وهي صغيرة وعندها وليد ما عرفتش فين غتمشي. خداتها ساعدتها مشات مع الطبيب، كاتمة الأسرار ديال نادا. تبعوا معايا. فاتح الله يقبل أجرك، أولا احتضنتيها تلقيتي بها في التران، عاودي القصة ديالها من الأول كي كانت حتى الوضع ديالها دابا. السلام عليكم، أنا فاتحة، تلقيت مع نادا في التران، كانت مقطعة غير الزيلة، وقف عليها الكونترول بدا تيخاصم عليها. جيت انايا قلت لي خويا ما تغوتش عليها، حيت الدريه ما عندهاش مسكينه فين تمشي، ما عندهاش فين، يعني انت خصك تقدر ظروفها. صافي عطيته لاكارت ديالي، ضمنتها، جبتها. الدريه جلست ارتاحت. واحد النهار وهي تقول لي فاتحه بغيت نعاود لك القصه ديالي، قلت لها اوكي. جلسنا، اقسم بالله هي كتعاود وانا تنبكي. قالت لي كنت خدامه، داها واحد السيد، داها الخله، المهم هز قفه فيها الشراب، بقى كيشرب وكيتكرفص عليها ديك الليله كامله، كيشرب وكيتكرفص عليها، كيشرب كيتكرفص عليها، وكيضرب فيها وربطها، يعني دار لها جميع الاعتداءات، جميع الاعتداءات دوزهم عليها. في الاخر كاع ضرب ليها وجهها مع الارض، القرعة الأخرى دارها لها في الطبور ديالها. تما بدات المعاناة ديال نادا. هاد السيدة كتعرفو هي؟ لا ما كتعرفوش. قلتي في الخدمة؟ هي خارجة من الخدمة وهو طلق عليها. وديك البلاصة فين؟ الخلا ولا فين؟ على ما كتقول هي البلاصة اللي نعتت ليا كلها خلا، طريق الرباط كلها خلا. اش كانت خدامة هاديك الساعة؟ كانت خدامة عند واحد السيد في قهوة. صافي، مهم اللي جات بقات معانا، كانت عيشة ما نكذبش عليك، عايشين على قد الحال والحمد لله. ما كانت صحيحتها بخير، واقفة كتوكل ولدها، كتشرب ولدها، يعني عيشة عيشة اللهم لك الحمد. تا لواحد النهار كيعيط داك السيد اللي كان وقف معاها في المشكل ديالها فاش كانت حاملة، انا ما كنتش كنعرف هذيك الوقت. وقف معاها بدا كيعيط ليها، هضرت معاها انا في التليفون. قبل ما نوصلوا لهذا الثاني، حنا نبقاو في الاول. الاول ما مشات للقانون، ما مشات قالتها لوالديها، لا مشات لعند والديها ما بغاوهاش، مشات للكوميساريه ما عرفوش السيد، ما عرفوا عليه حتى شي اخبار. صافي بقى الدوسي فحال هكاك. وهي تما ملي بقات عاد من مورا حملات وولدات، لقات راسها حامله. هذيك المده كامله شنو دارت هي؟ فين سكنات قبل ما تعرفك انت؟ شنو عاودت لك؟ على ما عاودت لي كانت مع هذا السيد اللي وقع لها دابا معاه المشكل بسبب المرض ديالها، هو هذا السيد. يعني واحد اخر هذا من غير اللي تكرفص عليها؟ اللي تكرفص عليها. يعني دابا اللي فهمنا هو السيده من مورا الواقعه بقات في الشارع، ما عرفتش شكون اللي احتضن هذاك الوقت، حتى لقات راسها غاده في التران. هي فاش تعرفتي يعني انت؟ هي في هذيك البيريود اللي حامل عرفات شي واحد؟ عرفات واحد السيد هو اللي وقف معاها في الولاده، على ما كانت كتقول لي قالت لك كان معاها من احسن ما يرام. صافي تتقلب عليها، السيد عرف واحده اخرى، العلم لله واش موكلينها، واش الدريه مرض نيت كيما الطبيب. يعني انا جريت وجاريت ما نكذبش عليك، والله اللي شاهد عليا فهاد الشيء، يعني انا درت هاد الشيء بيني وبين اللي خلقني. كما قلت لك الدريه ملي غدا نهار على نهار صحتها كتزيد، واش وكلوها كما قلت لك؟ واش هاد الشيء الوقت اللي جات لعندك انت قبل ما يتصل بها هذا، كيفاش 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 كانت معاك؟ ولات غدا مزيان؟ تنفسيتها ولات بخير، تنفسيتها ما بقاتش كتغوت على ولدها، يعني ولات حنينه. يعني اللي فهمت انا هو هذا السيد ربط بها الاتصال وهي معاك، رجعت لي رجعت لي، خلاتني انايا ومشات لعنده. تقطعت العلاقه بيني وبين نادا. شحال المده؟ المده ديال 9 شهور ما عرفت عليها تخبار لا حتى شي حاجه. عمرها عيطت لك؟ اللي عيطت لي مره واحده، انا ما تقبلتش ديك التعيطه ما نكذبش عليك، حيت كان قلبي من جهته ما صافي. ما هضرت معايا، هضرت معاه بخير بخير، صافي ستينا الموضوع، ما بقاتش عيطت لي. حتى واحد النهار عيطت لي صاحبتي وهي تقول لي فاتحه راه نادا
مريضه كتموت، وانا عارفك قالت لي ما غتعطليش على هذا الخير. سيري شوفيها. فعلا انا مشيت لعندها نشوفها في السبيطار في طنجة. سافرت لعندها، خليت ولدي والوالده ومشيت هزيت فلوس الكرة، وهي على علم بهذا الشيء. زيت فلوس الكرة مشيت شفتها على اساس غنشوفها، حيت كتبان لي في الكاميرا عاديه. اقسم لك بالله داك الشيء اللي شفته ما غتشوفو حتى شي عين، والله شهد عليا وحق الله. واحد الحاله، واحد الوسخ، واحد العفن، والله نفسيتي مرضات، والله اخويا اللي نفسيتي مرضات. توصل بك ان ضفرانا حتى لهنا صفرين صفرين، اقسم لك بالله حويجه خانزين. واحد الحاله يعني ما تبغي لا دول كفر بالله. ما علينا، صافي شبت كنشوف كتقول لي يا فتيحه العار اختي ما تخلينيش في هذا السبيطار، انا غنموت غنموت يعني ما تخلينيش في هذا السبيطار. قلت لها اوكي صافي، انا قلت لها غنبقى معاك حتى شهر حتى شهرين، ما عنديش المشكل. قلت لها تنتيك معايا، فعلا كنت قد كلمتي والحمد لله ربي قدرني على هذا الفعل الخير. بقيت معاها، جبت لها اوراقها، عاودت لها التحاليل من مده وجديد حيت قالوا لي على حسب الدراري الصغار تعاودي التحاليل. عاودت لها التحاليل، هزيتها من طنجة ديتها للعرايش، ديتها للعرايش، مشيت لعند ولدها. اقسم بالله كنت شفت عند من؟ لولدها في الخيرية باش نجيبه، حيت هي قالت لي فاتحة الا بغيتيني نصح وكنت اختك ديال بصح خرجي لي ولدي غنصح. خرجت فعلا، ضمنته في المحكمة، ضمنته في كوميسارية، جبته. انا باقا كنجري دابا في الوراق، باقا كنجري في السبيطارات. غادي تعاودي لي دابا هذاك اللقاء ديالها بيه، شنو اللي وقع هذيك المدة كلها ملي مشات عنده؟ شنو اللي وقع؟ تبانت لك السيدة ما بقاش فيها 10 كيلو، تبدلت كما قلت لك. مشات لعند هذاك السيد، جلست معاه في دارهم عند امه. اليوم غيتزوجوا، غدا غيتزوجوا، السيد كياخذ منها غير الفلوس، لدرجه وصلت به 300 درهم النهار الصحه كيديها لصاحبته الاخرى. والفلوس مين جابتهم هي؟ ملي كانوا كيعاونوها الناس في الاول، ملي كانت معاك هنا كيعاونوها الناس. بهذوك الفلوس كياخذهم لها هو صحه، وصلت به الدرجه انه مشى عندها حتى للسبيطار هو وصاحبته، وخداو لها 40,000 ريال من البسطام باش تخرج تكري بها. ما كانتش غنمشي عندها انا باش تخرج تكري بها، مش خداها لها من البسطام. وشاهد السيكوريتي، شاهدين الناس، الكاميرا كاينه في السبيطار، يعني استغلوها استغلال ديال بصح، يعني اللي خداها منها كيديها للاخرى. هذا فهمنا الموضوع ديالو، ديالها هي معاه. ملي جبتيها لهنا ولقيتيها في السبيطار ديال طنجة، شنو هو السبب؟ كانت بصحيحتها ترجعت بهذه الطريقه؟ الوضع ديال الان ليس على ما يرام. انت يلا جايه من عند الطبيب، هي باش ربطوا بيا الاتصال. اخبار ما كتفرحش، ما نكذبش عليك، اخبار ما كتفرحش. شنو علاش تبدلت بهذه الطريقه؟ يا شي نقول لك واحد القضيه، انا الشكل الاخر اللي بقى عندي ان الدريه واكله شي حاجه. الدريه ماشي، وما نكذبش عليك كيعيطوا لي الناس، هي ما باغاش تامن بهذا الشيء، كتقول لك لا انا كنشعل القران صافي. كما قلت لك استغلوا هذاك استغلال كامل. السيدة صحتها نهار على نهار كتضيع، بكثره الفقايس نعست في السبيطار، مشيتي هزيتي لها فراشها، مشى تجيبو باش غيضربها السول الثاني، مشى تجيب الفراش ما لقات والو، باع لها كل شيء ديال ولدها. هي كانت ساكنه مع امو ولا كانت هي وياها؟ تحولات، لا كرات بوحدها، تحولات، مشيت مشى هو عند مول الدار وخرج الفراش، خرج كل شيء داه باعو وخلاها على الدس وخلاها مليوحه في السبيطار. كما قلت لك صافي، هي فاش انا جبتها وها انا خويا قدامك باقا كنجري في الوراق، باقا كنجري في كل شيء. شنو قالوا لك الطبه دابا ملي جبتيها؟ الخبر الاخر اللي ما تيفرحش انها نقصت في الكيلوات، الريه فيها القيح. ما نكذبش عليك راه الطبيبه راه غتشوفني اكيد. اللي بكيتو عليها واللي عاودت ليها ظروفي كامله كان قسم بالله اخويا تتقهرت، عانيت بزاف باش توقف على رجليها، عانيت وتقهرت. وفعلا عاونوني الناس، ما نكونش منافقه والله يخلف عليهم، ولكن رفع لك اخويا الماء في الرمله، الريه كلها مطاشيه. شنو غيدار ليها هي دابا؟
خرجوا لها الدواء ديال الدراري الصغار، ها هو ديال السول اللي غنعاودو من المده وجديد. دابا سميتو حاشاك الطبور ديالها ولا كيدوز بواحد الطريقه خايبه، وشرحات سميتو خرج لها مسرانه من اللور. هي عندها شي عملية عندها ولا غتبع غير الدواء؟ غتكمل دابا غير مع السول عاد نقزو. قالت لي ما تخلطيش لها الدوايات حيت خرجت لها اقسم بالله طريط مك كتيره دابا. الله يفرج عليك ندى، الله يجيب لك الشفاء ان شاء الله، وان شاء الله غتولي بخير وعلى خير. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا بطلب عدد كبير من المغاربه اننا نشوفوا الجزء الثاني اللي نتناولوا القصه ديال نادا. نادا كما قلت في السابق تحملت ما لم تتحمله جبال، داكشي اللي تكرفصات في الاول، الضحيه ديال الثاني اللي ساعدها وفي الاخير تخلى عليها. موضوع النقاش سبب التحول في الوضع الجسماني ديالها في لمحة بصر كيعطينا القمة في الغرابة. هذا الملف كيفاش كانت، كيفاش ولات، يعني التشخيص الطبي الأخير الوضع ليس على ما يرام، وهاد العائلة الله سبحانه وتعالى اللي علم بالحالة ديالهم. هاد السيدة عندها وليدات وعندها الأم ديالها وتضحي بالغالي والنفيس من أجل نادا. من الأول رغم أنه نادا ارتكبت خطأ أنه تخلات وعود رجعت، ولكن من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. مشاهدينا الكرام، لقات هذا الصدر الحنون للطيبوبه ديالها احتضنتها مره اخرى، ولا زالت تقاوم معاه بشتى الطرق من اجل العلاج ديالها. مشاهدينا الكرام، النداء كنوجه للمغاربه في المغرب وخارج المغرب. انا غادي نوضع رقم الهاتف ديال نادا للتواصل معاه، والله عز وجل كيقبل الاجر ديال الجميع. ارجوكم ساعدونا هذا في الظرفيه الحاليه، وضعها ليس على ما يرام، والاخت فاتحه كدير اللي عليها. واليوم اللي ربطوا بيا الاتصال بعدما كانوا عند الطبيب وعطاهم التشخيص الاخير كما سمعتوا في امور واضحه. مشاهدينا الكرام، غادي نوضعوا رقم الهاتف ديالها، والشكر الجزيل لكل من ساهم معهم ماديا او معنويا، لانه دورنا لا صله لنا في الشق المالي، المساعده بين المحسنين وذاك المحتاج. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد فيما يخص نادا. يا ربي تشافى، ويا ربي تعيش حياه سعيده شانها شان اي انسان. كما الشكر الجزيل للفاتحه اللي استقبلتها وسط وليداتها ومع الام ديالها، وما عندهاش من غير الله عز وجل، من غير فاتحه اللي غادي يهتم بها اكثر. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.